هي من الرودنت، من القوارض والفيران خصوصا. طبعا التعرض للفار او لمخلفات الفار او للعاب او عضب من الفار او الجرد بتسبب المرض. نعم. وعندنا نوعين منه، في شيء بسموه اولد وورد ونيو وورد. النيو وورد اللي هو موجود الفيروس نفسه الموجود منه بامريكا. بس دكتور انا اسف للمقاطعه، ما بحبش اقاطعك، لانه احنا شفنا فيديوهات الصينيين باكلوا فيران يعني. نعم. وباكلوا كل الاشياء. أكيد. سوق يعني سوق كامل. اكيد اكيد انتقل بالاسلوب هذا، بالاسلوب هذا نفس. نعم. المرض. نعم. الكورونا. اللي هو وهو نعم المشكله انهم كمان القوارض باكلوها وهي نيه. بعدين بالمناسبه الفيروس بيصيب القوارض لكن ما بيأذيها، فهي بتحمله بس هي حامله للمرض. بس هم يعني من زمان بياكلوا هاي الاكلات، ليش معنا هلا عم بيطلع هذا الفيروس؟ هسه الفيروسات بتطور بنفسها. نعم. يعني شغاله حالها يعني. نعم. وهذا الحكي من 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 سنين قريبه يعني. يعني الانفلونزا اللي طلعت كلها، انفلونزا الخنازير والطيور والسارز وكلها هاي، بنرى انه الفيروسات كانت تسلك سلوك طبيعي بعدين صار فيها طفره. نعم. وهو كان الشخص كان طبيعي يعني، مات أثناء وصوله من الباص من المنطقة الريفية إلى المدينة بسبب هذا المرض. نعم. وفحصوا وفكروا كورونا، ما طلع كورونا. ف يعني خطر ببالهم أنه يكون، لأنه من فئران الحقول يعني، على الأغلب انتقل له. نعم. وكان معه 32 شخص وحجروا عليهم كمان. نعم. ممكن يعني بنتقل. نعم. بطريقة نعم. أو أخرى يعني. يعني بعد البرنامج ببعثها للديلي ميل، نزلت التفاصيل كاملة، والاندبندنت نزلت برضو التفاصيل. و 32 شخص حجروهم كاملين، كانوا معه بالباص طالعين من الحقل إلى المدينة. من أي عائلة هذا المرض؟ احنا قلنا الكورونا هي من عائلة الـ RNA. اللي هي امبارح انت حكيت. نعم. في عندنا DNA وفي عندنا RNA. حسب جينات، من عائلة الـ RNA. نعم. طب شو الآن هو هذا الفيروس بالتحديد يعني؟ هسه لا، اللي هي العوارض اللي بتصيب. ما هو هذا؟ هسه في عندنا النيو وورد اللي هو النوع اللي بكون بنحكي بأمريكا الشمالية بالأمريكيتين، والنوع اللي موجود بآسيا. هسه هو ضمات بالنوع اللي بآسيا. اللي بآسيا بسبب شيء اسمه هيموراجيك فيفر، هي نوع من أنواع الحرارة العالية اللي بتصير وبرافقها مشاكل بالكلى. النيو وورد اللي موجود بالامريكيتين لا، نفس تقريبا كورونا، بيصير كله بالجهاز التنفسي. هاي الاعراض. نعم. الاعراض الحراره والاعراض الثانيه ومشاكل بالكلى. بالكلى. وهذاك بكون اثنين من نفس العائله، بس كل واحد بعطي عوارض مختلفه. هو هانتا اثنين هانتا. له لقاحات، له علاج، ولا لسه بدهم يكتشفوا زي مرض هو كورونا. الاصول انه هذا انفلونزا موسميه، يعني لو ينصابوا فيها الناس في شويه مناعه عادي. بس مميتة يعني. بس بس صارت مميتة لهذا الشخص يعني. واحترفت هاي الفيروسات يعني حتى احنا لما درسنا ايام كلية الطب هيك انواع فيروسات نمر عليها مرور كرام. مش يعني ما وقمت زي مثلا الحصبة ولا الشيكن بوكس ولا مثلا الامراض الثانية او شلل الاطفال، هاي بتوقف عندها انت، بس هاي بتمر عنها عادي يعني. يعني ما بتقول هاي خلص زي يعني بنصاب في الواحد ما بتخوف. هسه في عندنا كثير من الاطفال بيجونا مثلا طفح جلدي. وبالمناسبه صحيح الهانتا في طفح جلدي، وهو يختلف عن كورونا بهاي الموضوع. انه في طفح جلدي بيطلع جلدي يعني بيطلع حبوب حمراء بتنتشر على كل الجسم. يا سلام. فهذا فرقه عنه. نعم. بس ان شاء الله انه يعني لا يشكل خطوره يعني. يعني غير منتشر بطريقه الكورونا، لانه يعني ينتشر بالهواء وانتشاره اسرع. انت بتحكي عن عالم. هذا ما في انتقال بني ادم لبني ادم، وهي نقطه. نفس الكورونا. لا الكورونا بنتقل من بني ادم لبني ادم. قصدي انه على الاسطح وهاي الامور نفس الكورونا ولا لا؟ ما هو مخلفات او افرازات. نعم. الفار. نعم. او الجرد او اي قوارض اذا انتركت بمكان ولمسها الشخص انتقل له. لكن بني ادم للثاني، واحد مصاب ما بنقول للمصاب. يعني عكس أيوة. يروح يدور على جحور يعني. تعرف العرسه؟ طبعا اللي قد مظبوط. فار كبير. نعم. فار لارج والديل. لا اله الا الله. طيب دكتور، يعني هاي الامراض اللي احنا قاعدين كل يوم نسمع عن اسم مرض جديد، واحنا اشوف يعني حتى المرض يطور نفسه. الدكتور يقول لك الكورونا بتطور نفسها تصل الى يعني اعداد كبيره وتوصل بطريقه خياليه. نعم. هذا المرض يختلف تماما، اذا انت مسكتي مخلفات هذا الشيء ممكن يعديكي.
حنروح او نعود على الكورونا، شو رايك يعني؟ نعم طبعا، بعيد على هذا المرض، يا الله يكفينا شر وظل بالصين وبدناش يصنع. امين يا رب، كافينا اللي فينا هسه في الكورونا. مش ناقصين، مش ناقصين. امبارح اول امبارح كنت تعطي اشياء تحذيرات عن مرض الكورونا وكيفيه التعامل مع الاعراض والاشياء اللي ترافق هذا المرض. مثل ايش يعني؟ ممكن احنا اليوم قلنا ممنوع تسوي الاسطح، لازم تلبس جلوفز، لازم تلبس كمام، لازم تلبس في اشياء يعني ثانيه الواحد يكون حريص عليها بالبيت او بالشغل او باي محل. هسه المهم اللي هو عدم معرفتك بالتلامس اللي يعني بالشيء. هسه مثلا نزلت انا من السياره كويس وانا ماشي الدربزين تبع الدرج وانا طالع حطيت ايدي عليه، صحيح صحيح، انت ما راح تتذكر انك لمسته، صح؟ انت بتتذكر المصعد، بتروح بكوعك بتفتح المصعد كويس او لابس كبوه، هاي بتشوفه كل او أيوة اليوم طبعا، بس ما بتحس فيها بصراحه. فهاي في هيك في لمسات بسيطه الناس كلها بتلمسها بس ما بتلاحظها. بالمناسبه مثلا ايد سيارتك، يمكن مر حدا اوكي من جنب سيارتك تصافها برا وحط ايده على باب السياره مثلا او المرايه، وانت جيت تطلع بالسياره انت تفكر حالك انه انت ما عملت شيء يعني، والله معقم كامل من المكتب للبيت، بس مع ذلك انك انت لمست الا تكون تلمس. والمهم اللي هي الفلوس، النقود المهمه، طبعا المصاري. احنا بدنا بس نبيع شويه دكان كاب ايوه مصير عندنا مره مرتين. لا هاي بدنا نبتعد عنها هلا، ما بعرفوش، هاي عاده، هاي مشكله. احنا بلد العادات والتقاليد. لا يمكن اللي يقول هيك يصير ما عنده سفنجه فيها مي ولا، فلذلك ما بيعقموا محافظهم. لا مش معقمين حالهم، ما بيعقموا المحافظ. نعم، والمصاري مثلا دفع رجع له باقي، تخيل عادي، هذول بيعتبرهم انهم معقمين. يعني هاي الحركه متداوله، تخيل ما بين واحد يعطي واحد ياخذ، واحد يعطي واحد ياخذ، بكل مناطق المملكه. يعني في لقطه انا ما بعرف باي بلد موجوده، واحد صور حاله معه كيس في عملة نقدية، ما بعرف شو هي، بس هي حديد وبكيس، ومبين انه هو مريض، شال الكمامة وصار يقح جوا الكيس. نعم شفته على الفيسبوك انا، ما بعرف اذا حد شافه. فاحنا حتى كانت سؤال الناس انه هذا باي بلد، بس بغض النظر هو في مرضى كثير بيصير عنده حقد على المجتمع. اوكي يعني في كثير من المرضى، هذا يعني معه خريطة مصاري يعني مشان وقح فيها، مشان يعني يعدي كل الناس، كل واحد مشان يعدي غيره. نعم قطعة حديدية من الفلوس يعدي غيره. وأول ما بلشت بيوهان كان في كثير لقطات أخذوها، حتى في بالباص بالمحال التجارية، لا بالمولات. نعم بالمولات يمسك قطعة مثلا، رف في نقول علب معينة أو علب عصير أو كذا، يمسك كل واحدة ويقح عليها ويرجعها مكانها. هذا قاصد يعني. دكتور، من بعض الاشياء اللي احنا يجوز ما نلبس جلوبز وعادي يعني نمارس كل حياتنا العاديه، يعني نسوق التليفون وبعدين عادي نقول هيك. طبعا احنا لابسين جلوبز. شو استفدنا من اصلا؟ انت لميت كل شيء وحطه على وجهك، وشو استفدنا من هالسالفه؟ هيك اليوم الدكتور بيقول شو اسمه الكمامات اول شيء ممنوع تلبسيها اكثر من يوم، صحيح، بعدين هي تلم كل الفيروس اللي موجود. نعم. بالحاره كلها مش بالدار. نعم. كل الفيروس، بعدين حجبني يقول تقلبها. لا هذيك اليوم عم اذا شافها تغبرت او توسخت هي من طرف صار يقلبها على جنب ثاني. حجبني يقلبها. عم بقرا هذيك اليوم شغله انه واحد عم بيشتري اغراض فسمع ست عم تحكي اعطي الكمامه لاخوك انت لابسها من الصبح. فشوفوا هاي قد ايه لا في شيء ثاني يكون مثلا وزعوا كمامات، اللي بده يطلع برا هالدار يلبس كمامات، حطوا 4-5 كمامات، في ناس مهمله وفي ناس ملتزم، المهم يضيع كمامته، فبتلاقي هو طالع من هالدار لا تنسى تلبس كمامه، فهو ما بقول له من ضيعتها، اي وحده على الطاوله باخذها وحطها وحجاج جربات وطالع، زين بلاقي جيكيت، اي جيكيت يلبسه ويطلع. المهم يخلص من الكتله، لا هاي المعلومات الصحيحه، عن جد احنا والله العظيم ثلثين الشعب العودي يفتقرها والله. يعني موضوع انه الكمامه ترى يفكر يجوز يغسلها ترى كمان يومين ثلاث، يحطها بالغساله ونشفها على المكواه او بالسشوار ويستعملها، ما عنده مشكله، مش لانه هو لا قدر الله. احنا الشعب الاردني بسيط هاي المشكله، صحيح. والله يا جماعه خلص ما الكمامه ليش اجيب غيرها؟ صحيح. ارد اقلبها كمان مره ومرتين وخلص. يعني هاي الاشياء انا بدي، هاي الاشياء الدقيقه بصراحه، يعني انا شفت ناس والله العظيم شفته قلب الكمامه، اي والله العظيم وجيت على بالي انت قلت طلع الدكتور صفوان قال لك في الكمامه. طيب شو استفاد الجلوفز لما نلبس نروح نحك حالنا ونسلم على واحد بالكم؟ طيب يعني انت شو استفدت من كل السلافه؟ انت جمعت كل شيء، بعدين بالمناسبه بقلبه الكمامه هاي
يعني مكان كل مزرعة الفيروسات والبكتيريا كتمت على حالك. طيب دكتور احنا هلا اليوم بمرحله جديده من مرحله فيروس كورونا، اليوم رح ترجع ونفتح البقالات ويطلعوا الناس للتسوق، شو النصيحه اللي بتقدم لهم اياها مره ثانيه؟ يعني احنا بنحكي كل يوم النصيحه يمكن ذاتها، ولكن اليوم بدنا ناكد عليهم بطريقه ثانيه. يعني نحكي شوف اي شيء بدي احكي، انا بدي اعزز كلامك. نعم. احنا شفنا امبارح الباصات، باصات الخبز. نعم. كيف كانوا متشعبطين، وانا بصراحه. نعم. اول مره يمر علي منظر بالمملكه الاردنيه الهاشميه بهذه الطريقه، انه شعبنا عشرات بل مئات بتهافتوا على رغيف الخبز، الناس فوق بعضها. نعم. لا بتعرف انا شوف انا تذكرت هذا المنظر متى؟ وين؟ هذا بايام الجامعه. اوكي، نطلع للجامعه، طبعا يكون مثلا في الباص، باص معين، باص الساعه 7:15 وباص الساعه 3، هذا فل. مشان تروح على الجامعه. هذا فل طبعا انت تروح على الجامعه. هذا الباص لازم تكون انت يا منسق علاقه مع شو اسمه السايق كويس او الكنترول. طبعا اذا بنت ماشي امورها طبعا محجوز لها، اما شباب احنا ما في يا دوب عند انت واقف، يا ريت توقف فيش لك مكان. فايش نخلي واحد من هالشباب يكون هيك جسمه كويس يروح يدب حاله يفوت اول واحد. بس شو يساوي هو وظيفته؟ يفتح لي الشباك الخلفي. ابدا عشان تنط من الشباك الخلفي. فهذا المنظر ذكرني بايام ما كنا شو اسمه، بس غيره ما في. هو المنظر يتعلم لانه لاخذ رغيفين خبز يعني. نعم. حسب المدرسه بالجامعه بالايام العاديه عادي، بس انت تهافت على خبز بهذه الطريقه وراح يوصلك. ورح يوصل. بس بدنا بس نركز على انه ما كان بكل مناطق المملكه، بسام هي يعني باحياء معينه كانت. هي اغلب الحكومه اعترفت والرئيس اعترف ومعالي وزير الاعلام اعترف، يعني هم اخطاوا واخفقوا بهذا الموضوع. نعم. ورح يعمل شيء ثاني، بس انا اللي بقول لك اياه هذا التدافع، اذا كان ما في مرض صار في مرض. طبعاً. هذا اللي اوصل لك اياه. طبعا طبعا. بعدين انت لعلمك التدافع هذا سرعه النفس عاليه. لذلك المريض بكون يعني انت بتاخذ نفس بسرعه، فراح يطلع الهواء كثير، الرذاذ كثير، بعدين كل الوسائل، العرق والتلامس، كل شيء. نعم. يعني نعم. سبب رئيسي لانتقال المرض او هذا المرض تحديدا. بس احنا اليوم بس بدنا نحكي على موضوع مهم جدا. الان انتم راح تروحوا تشتروا اغراض. طبعا. هسه الوضع مختلف. هسه السلعه اللي بدك تمسكها في غيرك مسكها 20. طيب. فكل شيء بدك تعقمه لما تروح بدك تشتري. حتى المواد التموينية او الخضروات، فعلا الخضروات ترى ها شو بدك تساوي البندورة كل عم بنقي. نعم. شافها حمراء قاسية. لا ما هو انت بتعرف هسه مثلا بتصير كونه الناس لها فترة يمكن قاعدة بالبيت، هسه بده يطلع الشوبينج بده يقعد فيه 5 ساعات هذا. نعم. ما عجبه هسه ما بيعجبه دقيقتين وثلاث. صحيح. مش بقول مثلا اللي بيبيع بقول له مثلا اعطيني 1 2 3 بدي اطلع، لا هسه بده يمزمز، بده يطلع الساعة 12 بده يروح 6 يوم على اخر توقيت للشوبينج. فتلاقيه بصير هسه بده يشوف كل مكونات كل شيء، بده يطلع. نعم. بهالعلبه بده يشوف مكوناتها قديش فيها سكر وكربوهيدرات وكالوري. فالان الناس تمسكها، ف يعني نحكي للناس الان كل شيء بدك تشتريه لازم تعقمه، لانه على جميع الجهات في غيرك لمسه، عشرات لمسوا. نعم. بل مئات خاصه. نعم. بالمولات والمحال الشعبيه قلبي الخضره، تعرف انت اكيد احنا من هالبلد، رفوف فيها برتقال وتفاح. نعم. ومندلينا وبصرايش كل هاي قاسيه هاي طريه، لا والله هاي رجعها يجيبها يحطها يجيب معي، ترى هاي خلص تمر. نعم. اقول لك رحنا فيها. والامر الثاني المهم الكاونتر عند البيع، الكاونتر انت بعد ما تفوت على البقاله او كذا اللي هو الكاش، هذا الديسك هذا انا بفضل دائما لو هم دائما بكونوا حاطين عليه علكه ودخان وهذا دائما تنشال هاي كلها، يمكن هاي تكون توجيهات من وزاره التموين ما بعرفش من وين، صحه على غلط صحه انه تنشال ويظل هذا سليم بحيث انه كل فتره وفتره يمسحه ويعقمه. نعم. نعم. ليش؟ لانه انت بتوقف، انت شو ما كنت بتحط عليه مصاري، بتوقف عليه، بتحط ايدك عليه، بتركي عليه، فهذا برضو مكان جدا يعني بؤره لتجمع بؤره لتجمع الفيروسات. نعم صحيح. يعني بنتمنى السلامة، بنتمنى انه نلتزم بهذا اليوم، اللي مش مضطر انه يطلع مش ضروري انه يطلع. والله انا بدي اكد يعني على موضوع انتقاء الخضرة وانتقاء المعلبات. نعم. انتقاء زي ما قال بدي اشوف المكونات كلها. نعم. السكر قديش والابصر قديش والحافظة قديش، ترى هذا خطير جدا وفي غاية الاهمية. والله انا هاي الاشياء اللي بحبها من الدكتور انه ينبهنا على اشياء، وقسم بالله ما هسه نبهني عليها السلامة،
انا بدي افوت على الرف اجيب علبه فول وارد اترك ابدا العلبه هاي سردين حار. انت ما راح تتوقع انه انت مع علبه البيبسي لما تروحها على البيت انه حدا راح يعقمها، مستحيل، ما راح يخطر. باخذها ابنك وبنتك بفتحها معاك على الباب. ايوه الباب ولا مع يعني نعم. مش معقول يعني. يعني اكيد دكتور بدنا نشكر وجودك معنا، وانت دائما موجود معنا إن شاء بنصائحك الجميله وكلامك اولا نعم الله يسعدك، يعطيك الف عافيه. شكرا لك. ومنحبش الاصفر كله. كورونا اكيد الله يبعد عننا ونضلنا دائما بالسليم. شكرا لك يا استاذ. اليوم خمري، اليوم خمري. اذا مكملين معاكم مشاهدينا، خلينا ننتقل مع فاصل وراجعين. يلا يلا على الأردن، هي يلا